السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحه يا رب. كنتمنى تكونوا كلكم لاباس عليكم، وكنشكركم بزاف 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 على تعليق زوينه بزاف اللي خليتو ليا، وشكرا لكم. الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم. واحد الاخت سميتها عائشه من الصباط كتبت، المهم كما كنقولوا حنا، صيفطت لك كادو، وهذا الكادو بغيتكم تسمعوه ماشي تشوفوه، اللي هي واحد القصيده زوينه بالصوت ديالها. وقبل ما ندوزو للقصيده نقول لكم على وصفه اليوم. هي عباره على واحد الكيك بالليمون اللي كيجي اكثر من رائع، واللي كلا عندي كيطلب المقادير لانه كيجي زوين بزاف وبسيط بزاف. نخليكم مع القصيده ومع المقادير وطريقه التحضير. خوخه خوخه وهي احلى من الخوخ في حلاوته، خديجه تعطيك الروح وكل شيء على حقه وطريقه في بلاصته. منوره المبتدئات في القناه، منوره المبتدئات في القناه بصدقها وبروحها العاليه، كل شيء كسباته. ام مصطفى، ام مصطفى نعم الام والزوجه باخلاقها العاليه رباته. ام ريحانه ونهيله، ام ريحانه ونهيله المطبخ كيانها، وهي الحادقه عشقاته. يا ربي تحفظها وتحفظ اسرتها وميمتها وحماتها وكل من حباته، وترزقها كل الصحة والشفاء وحجة وعمرة، وتعلي مقامها عندك انت يا ربي يا منزل علينا رحماته. ندعو على بركة الله. عندي في المقادير 250 غرام فورس، 200 غرام سنيدة سكر سنيدة، 100 ملتر زيت، هي كاس الا ربع علبة، 3 البيضات، خمارة وحدة، وليمونة. نبداو اول حاجة غناخدوها هي هاد الليمونة. اول حاجة غنشدو هاد الليمونة، غنكونو غسلناها مزيان ونشفناها، وغادي نقطعها بجلوفها، وراه ما كتجيش بنت جلوف ولا المروره الليمون، حتى حاجه ما كتجيش. يجربوها كتجي زوينه، غتشوفوا الا كاين شي عظم ولا كاين فيها العظم لا والو. الفران راني شعلته، درته على 180، نطحن هذه، نطحن هذا الليمون ونرجع معكم ان شاء الله. ها هو كيولي بحال هذا الشكل، ونخليه على جنب. وندوز دابا نخدم الكيكه، وما الكيكه راه كتجي لذيذه بزاف وسهله. بسم الله. 200 غرام تقريبا، كاس ونص ديال سنيده، اللي بغى يدير كاس يدير كاس، اللي ما كيبغيش الحلاوه ما يكثرش الحلاوه. بسم الله. غادي نخدم هاد البيض وهاد السنيده 5 دقائق. من بعد 5 دقائق ضعف الحجم ديال البيض، غادي نزيد داك كاس لارو ديال الزيت، نخدمو عاوتاني شويه غير واحد جوج دقايق. وغادي نزيد هذاك الليمون اللي طحنا، خديت واحد 250 غرام ديال الفورص، وغادي نغربلها، وغادي نغربل حتى الخماره. هاد الخماره هادي سي نغربلها، ها هي غادي نخدمو واحد شويه بالميكسور. بالنسبه لهاد الميكسور بزاف د الناس كيسولوني عليه، تقريبا لي واحد 12 عام ولا كثر ولا 14 عام، وما عندي قديم بزاف، خديته مني كنت ساكنه في الصحراء، خديته ب 7400 دولار. صح العمل مني كيسخن كيسكت الراس وما كيتحرش كيسكت، الا سخن خدم كثر من قياسه سخن كيسكت. العجين الخليط راه ما كيجيش جاري، كيجي شويه ثقيل كما كتشوفوا. غنطلعوا شويه، غنخدموا واحد شويه بالميكسور ونرجع معكم. خديت واحد المول هكا ودهنته هو الاول بالزبده باش يلصق ليا هاد الكاغط، حيت الا ما دهنتوش الكاغط ما كيلصقش، باش نتفادى اي التصاق. وهنهز داك الكيك حتى للفوق ونخوي، كما كتشوفوا الكيك الخليط راه ثقيل ما خفيفش. ها هي درتها في المول، ما كنديروهش فوق الشوايه نيشان، كندير تحت منها لاطه باش طيب على خاطرها وما تحركش. انا غنديرها ونحسب شحال. طبعا انا درتها في الليل 8 الليل هذه، ونشوف شحال غتاخذ من ديال الوقت. غادي ناخذ هنا واحد الليمونه قطعتها دوابر، هاد الليمون راه ما فيهش العظم زوين، هي وحده حتى
هي نديروها. غادي ندير عليه واحد الكاس تاع سنيده وكاس تاع الماء. غادي نردو فوق البوطه وغنخليه حتى يتعسل مزيان على عافيه مهيله وكيكرهها كطيب. ها هو داك الليمون بدا كيتعسل، غنخليه تيولي عندي واحد النقيطه بحال العسل. هذاك الماء غيتبخر يبقى عندي غير واحد النقيطه بحال العسل، واحد شويه عاقد ديال الماء صافي ونطفي عليه. ها هي الكيكه كما كتشوفوا دازت على نص ساعه، ها هي طلعات وكما كتشوفوا درت فيها غير خماره وحده. دازت نص ساعه شميت ريحه الحكيكه، حليت على الفران. دازت نص ساعه عاد حليت الفران، قصتها لقيتها باقا شي شويه من الفوق ما طيباش، غنزيدها شويه طياب من التحت اللي حتى نقيس الفوق لقى الطبقه الفوقانيه ولات القوجها ولا شاد مزيان، عاد نشعل عليه الفوق تحمر ونخليها واحد نطفي الفران ونخليها واحد 5 دقائق ولا ما كاملاش باش ما تهبطليش الكيك. انا عمرها ما هبطت لي، غير كنقول على البنات اللي كيهبط لي من الكيك شتي راه باقا كطيب دابا. وعاد نخرجها من الفران ان شاء الله. ها هي الكيكه طفيت على كما قلت لكم خليتها 5 دقائق. شتو راه الخماره هي وحده وتبارك الله شوفوا كي طلعات بزاف حيت البيض خدمناه مزيان. خرج غير بهادي تجي ساهله حيت باقا سخونه. هو داك الليمون اللي عسلت، غادي ناخذ داك لاصوص ديال هاد لاصوص هذا وغنحاول ندهن به الكيكه باش يعطيني واحد البريون زوين الكيكه بحال دهنتها بالناباج. غادي نزينو بهاد القطع الليمون اللي عسلت صافي، ما غندير لا لوز ايفيلي لا الكوك لا حتى حاجه، غتبقى هكا سامبل. ما غنحلهاش دابا كما قلت لكم، نصبر واحد شويه وعاد نحلها على ما تبرد. كيك بالليمون زوين، مذاق رائع، الشكل زوين، مقادير بسيطه في متناول الجميع وكاينه في اي دار. ان شاء الله يبرد ونتلاقاو في الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه. انا الصراحه باقا ما برداتش وغنقطعها حيت دابا كما قلت لكم بيضتها مع 8 وتسعود لارو طفيت عليها، يعني ساعه لارو ديال الطياب على عافيه مهيله درتها على 180 180. انا راه عندي شويه ما عالياش، اللي عنده الفران تاعو سخون يديرها على 150 درجه طابت من التحت. ومني طلعات ورشت وطليت عليها وكلشي طفي، مني طلعت الفوق وقست هاد الطبقه الفوقاني لقيتها شدات راسها شعلت عليها الفوق تحمرات وحيدتها، يعني في المجموع ساعه لارو. نقطعوها دابا نشوفوها كي جات من الداخل. كما قلت لكم انا نقطعها دابا لحقاش بغيت ندير لها المونتاج على حساب غدا ان شاء الله باش اللوحه. المهم هي خليوها تبرد مزيان. هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا، كتجي طالعه وكتجي خفيفه وكتجي زوينه بزاف. غيعطيوها الطياب ها نتوما كما كتشوفوا، غيعطيوها الطياب طيب على خاطرها كما قلت لكم انا الطيف على ها نتوما ها نتوما الكيك كي داير. وكيجيو دوك الليمون كيجي هكا في لورونج هكا كيجي المذاق ديالو زوين. وتيقوني راه ما كاينش المذاق ديال الليمون بصفه نهائيه، زعما تقولوا كاين المذاق ديال الليمون ولا المروره ديال الشلوف بصفه نهائيه واش كاينه. كنتمنى هذا الكيك البسيط اللي انا ديما كنجيب غير الكيك الصراحه اللي في المتناول ديال الجميع، فيش كثره المقادير وفي نفس الوقت كيطلع زوين وتيحمر الوجه هكا الا جا عندنا شي حد. كنتمنى الحلقه ديال اليوم تعجبكم، و الى عجبتكم ما تنساونيش من اللايك ديالكم. خليت لكم الراحه وفي امان الله.